كشف سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام عن انتهاء تلفزيون البحرين من أرشفة 85,000 مادة تلفزيونية وإخبارية توثق التاريخ الحديث لمملكة البحرين منذ بدايات القرن الماضي، وصولا إلى رصد وتسجيل الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة والمتواصلة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوكيل في مكتبه اليوم السيد عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون، الذي قدم لسعادته فريق الأرشيف الرقمي في تلفزيون البحرين بإشراف السيد قيس حسن الدوسري القائم بأعمال مدير إدارة التلفزيون. وأعرب سعادته عن تقديره لجهود الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية في إنجاز أرشفة 84,500 مادة تلفزيونية وأخبارية تمثل 40% من هذا المشروع، الذي يسجل لحظات مضيئة من الإنجازات الخالدة في ذاكرة الوطن التاريخية منذ عام 1932، تم حفظها جميعا بوسائل تقنية حديثة تضمن حمايتها من التلف لما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية ثمينة، وتوثيقها بأساليب علمية متطورة تعزز من سهولة إدارتها واستخراجها. وأوضح أن مشروع الأرشيف الرقمي يأتي في إطار المشروعات والمبادرات التي يقودها سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والاتصالات، وفي سياق التحول الكامل إلى نظام البث الرقمي. وأكد سعادة وكيل وزارة شؤون الإعلام حرص الوزارة على متابعة مشروعاتها الفنية والتقنية بما في ذلك المعالجة الرقمية للمواد الإعلامية، كونها تشكل شاهدا عصريا على التاريخ العريق لمملكة البحرين.